حيث تستمر حالة التوتر التي يعيشها التيار الصدري على خلفية الانشقاقات الأخيرة، وتهم الفساد الموجهة لبعض قيادته. عواد العوادي وجه رسالة جديدة وجهت سيلاً من الانتقادات لما فيها من تذلل، طلباً للعفو من زعيم التيار الصدري الذي قال عنه العوادي إن رضاه عليه، أي رضا الصدر من رضا الله على العوادي. هذا ما تداوله نشطاء عراقيون، تعالوا نتابع. صدر من تعليق في صفحة وزير القائد الحاج صالح محمد العراقي بحقي أنا عواد العوادي، والذي طلب مني وأمرني عليه بعدم التعاون مع الفاسدين وكشفهم فورا، وأيضا ما صدر اليوم من تعليق من صفحة الحاج صالح محمد العراقي ثقة السيد، والخاصة بباب التكامل، وأن رضا الله سبحانه وتعالى من رضا أهل بيته، ورضا الله سبحانه وتعالى وأهل بيته من رضا آل الصدر الكرام. واليوم وبعد صبر حقيقة توجهت إلى اللجنة المكلفة من سماحته، وأدليت ما بذمتي إلى اللجنة، وكذلك أدعو المواطنين العراقيين من لديه أي معلومة بحقي أن يرسلها إلى اللجنة. كذلك طلبت من اللجنة بكشف ذمتي المالية أنا وعائلتي وإخواني وأخواتي وبشكل مفصل، وذلك لثقتي بنفسي وأيضا ثقتي بإخواني بإنصافي. أما الآن فأقولها وبصراحة، أنا الآن كالميت بين يدي الغسال لسماحة السيد القائد.